لما يتيسر من آيات الله البينات لصورة الصف، وما يتيسر من قصار سور القرآن الكريم للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني. وقد سجلت هذه التلاوة في احتفاء الإذاعة باستقبال شهر جمادى في عام 1961، وذلك في ساحة سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. Yeah.
والله لا يهدي القوم الظالمين.
Oh.
قرأ باسم ربك
صدق الله.